تمام، نروح بعد كده الخبر اللي عندنا. استقبل الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان عددا من أعضاء مجلس النواب بلجنة الإسكان بالحي السكني الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قدم عرضا موسعا عن فكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والموقف التنفيذي حتى الآن. خلونا نروح نتابع. في زيارة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، تفقد وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولي مقر المشروع، وبصحبته وفد كبير من أعضاء مجلس النواب المصري، أعضاء لجنة الإسكان، للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بالمرحلة الأولى من المشروع. بيشرفنا النهاردة أعضاء لجنة الإسكان من مجلس النواب، وده كان بناء على طلبهم، والحمد لله يعني هم شافوا حجم الإنجاز اللي بيتم على أرض الواقع، اللي هو بكل المقاييس هي ملحمة مصرية. النهاردة حجم هذا العمل اتنفذ في خلال فترة زمنية 10 شهور فقط. احنا النهاردة موجودين في الحي السكني، هنبدأ ننتقل لمنطقة الوزارات، هنبدأ نشوف حجم المرافق والطرق اللي بتتنفذ النهاردة على أرض الواقع. دي منطقة الحي السكني R3، دي فيها 25426 وحدة سكنية، عبارة عن عمارات سكنية، وحدات سكنية فيها 699 عمارة زي ما حضرتك شايف، زائد 328 فيلا، زائد 157 مبنى تاون هاوس، زائد 140 عمارة سكني تجاري. وقد أشاد الزائرين بمستوى العمل الجاري بمقر مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وما قد تم إنجازه على أرض الواقع في الشهور القليلة الماضية، مؤكدين على أهمية هذا المشروع الضخم والذي يؤسس لمستقبل جديد لعاصمة مصر. كم عمل غير طبيعي، برغم أن المدة الزمنية لبداية المشروع لا تتعدى شهور أو 7-8 شهور، لكن هنا اللي شفته أن فيه ده الحي الأول اللي بتقوم به المقاولين العرب، فيه 4 أحياء أو 5 أحياء تانيين، في شركات تانية بتقوم به، والحجم الإنجاز الحقيقة يعني مناسب للتوقيت الحالي. وطبعا كان يهمنا ان لجنه الاسكان واعضاء مجلس النواب ومعالي الوزير يجي يشوفوا الانجاز وما تم تحقيقه في خلال 10 اشهر على ارض الواقع، عشان يقدروا يقيموا وينقلوا الصوره ان مصر الحمد لله شغالين، وده مشروع من المشاريع الناجحه. إنجازات فعلية على أرض الواقع وعمل شاق يستمر على مدار الساعة في قلب الصحراء لإنجاز هذا المشروع الضخم والذي يؤسس لبنية ومنظومة إدارية جديدة لمصر. من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مينا مكرم، صباح أون.